اهلا بيكم. ده الفيديو التاني اللي هنتكلم فيه في التوبيك بتاعت السكادولينج مانجمنت. احنا لو تفتكروا وقفنا اتكلمنا في اول خطوه في السكادولينج مانجمنت ان احنا بنكسر الورك بريك داون ستراكشر لتفاصيل اكتر بحيث ان احنا نتعرف على الاكتيفيتيز بتاعت المشروع. يبقى الخطوه اللي بعد كده على طول هتبقى ان احنا نجيب العلاقات ما بين الاكتيفيتيز المختلفه. العلاقات دي بنجيبها ونحطها في صورة زي اللي انتوا شايفينها دي. لو تفتكروا الصورة دي كنا اديناها اسم قبل كده، الصورة بتاعت الحاجة اللي بتدينا العلاقات المنطقية ما بين الاكتيفيتيز وبين بعضها، دي كنا اطلقنا عليها اسم البيرت. وبس للتذكرة، احنا البيرت اكبر بكتير من الصورة اللي انتوا شفتوها دي. الصورة دي مجرد جرافيكال برزنتيشن بسيط للعلاقات للاكتيفيتيز وعلاقتها ببعضها، بس لسه في حاجات كتير قوي ورا البيرت احنا مش هنتكلم فيها. المهم ان احنا بناخد الاكتيفيتيز ونبتدي نربطها ببعضها، نقول ايه لازم يتعمل قبل ايه وايه ما ينفعش يبتدي الا لما ايه وايه وايه يخلصوا وما الى ذلك. تطلع قدامنا رسمه زي اللي احنا شايفينها دي هنا. الرسمة دي بتربط العلاقات المنطقية ما بين الاكتيفيتيز وما بين بعضها. يبقى احنا كده دلوقتي معانا اول خطوة بنعملها بعد تكسير الاكتيفيتيز بتاعتنا وبعد ما نجيب العلاقات بينها وبين بعضها، نقوم ناخدها ونروح ونبتدي نشوف الريسورسز المطلوبة لكل اكتيفيتي. يعني ايه ريسورسز؟ بالترجمة الحرفية مبدئيا كده العناصر المطلوبة علشان الاكتيفيتي دي تتعمل. الريسورسز دايما لما بنيجي نتكلم عليها بنتكلم على اربع انواع من الريسورسز: مان، ماني، ماشين، ماتيريال. تاني، مان، ماني، ماشين، ماتيريال، اللي هم اول حاجة الاكتيفيتي دي هتحتاج عمالة او شغل قد ايه من الناس. مان اور، مان داي، مان يير، مان مانث. اوكي، يبقى كام ساعة عمل وكام يوم عمل مضروبين في عدد الناس اللي هيشتغلوهم كمان. وكمان هتحتاج قد ايه معدات، ماشينز، المعدات اللي مطلوبة علشان الاكتيفيتي دي تتعمل. واحدة من المعدات ممكن تكون جهاز كمبيوتر، ممكن تكون لودر، ممكن تكون مايكروسكوب، ممكن تكون اي معدة بنحتاجها عشان الاكتيفيتي دي تتعمل بيها. الماتيريال هنحتاج في الاكتيفيتي دي ماتيريال قد ايه اذا كان في ماتيريال. فمثلا لو احنا في حاجة انشائية هتحتاج قد ايه طوب واسمنت وحديد. لو احنا في عملية سوفت وير ديفلوبمنت مثلا ممكن ما يبقاش في ماتيريال كتيرة الا لو هنطبع ريبورتس مثلا، او هنشتري كمبيوتر جديد عشان نشتغل بيه، يبقى هنا في ماتيريال هنا هتبقى داخله. وان كانت دي بتعتبر ماشين بروكيورمنت لكن هي علشان هيبقى فيها توريدات. ممكن لو احنا شغالين في مشروع زراعي مثلا، المشروع الزراعي ده هيحتاج اسمده، هيحتاج شتلات، هيحتاج غيرها من الريكويرمنتس. يبقى الماتيريال بتبقى كل المشتريات، كل التوريدات اللي هنحتاجها علشان الاكتيفيتي دي تتعمل. يبقى فاضل الماني. الماني عادة بيبقى اغلبها ان لم يكن كلها في المان والماني والماشين، لكن ممكن يبقى في مصروفات مباشرة في الاكتيفيتيز، عشان كده بنحط دايما ايه الماني لوحدها. يبقى احنا كده عملنا مان، ماني، ماشين، ماتيريال، دي الريكويرمنتس، دي الريسورسز اللي بنحتاجها للاكتيفيتي. بس فاضل ريسورس تاني مهمة، حد يقدر يفكر هي ايه الريسورس اللي ناقصانا هنا؟ الريسورس الخامسة اللي ما بتتكتبش عادة هي المانجمنت. ده بقى اللي انت جاي علشانه، انت جاي عشان تعمل مانجمنت، مش كده؟ مفيش حاجة في الدنيا بتمشي من غير مانجمنت. صحيح مثلا ان احنا علشان نحفر احنا محتاجين عمال، محتاجين سواقين لودر او سواقين حفارات او الى كده، لكن من غير ما يبقى في حد بيدير وينسق العمل ما بين الناس دي وبين بعضها مفيش حاجة هتتعمل.
بكل حسن نية، والناس عايزة تشتغل والناس عايزة تنفذ المشروع وكل حاجة، بس ما دام ما فيش تنسيق، ما فيش مين يدخل قبل مين، مش ممكن الشغل هيتعمل. يبقى لازم المانجمنت. طيب المانجمنت دي اللي احنا ما حطيناهاش مع الاربعة ريكويرمنتس، نحسبها ازاي؟ من اصعب الحسابات في الريكويرمنتس بتاعة الاكتيفيتيز هي المانجمنت الحقيقة، عشان كده بنسيبها لوحدها بره. ليه؟ الحساب بشكل سريع بنقول والله طيب لكل 10 مان اور هناخد واحد، لكل 10 مان داي هناخد واحد. مان اور يعني ساعة عمل بني ادم، او يوم عمل بني ادم مان داي، وهكذا يبقى فيه مان ويك ومان مانث ومان يير. المهم يبقى لكل 10 عمال مثلا هيشتغلوا يوم، انا محتاج واحد يديرهم. لكل 10 موظفين هيشتغلوا، انا محتاج واحد يديرهم. طبعا الرقم ده ممكن يبقى فيه تغييرات كتيره. ليه هيبقى فيه تغييرات كتيره؟ اقول لك، انا النهارده انت ممكن تتخيل بسهوله ان ممكن قوي مشرف عمال اللي هو بيديرهم، مشرف العمال ده ممكن يشرف على 10، ممكن يشرف على 15، ممكن يشرف على 20، والشغل يمشي زي الفل. بينما لو انت دخلت اي اداره حسابات مثلا في اي شركه او اي مشروع او اي مؤسسه، هتلاقي اداره الحسابات دي مدير حسابات ومعاه 3 4 بالكتير بيشتغل 5، يوم ما تبقى زحمه. ليه؟ الشغل ده دقيق مثلا، وبيحتاج ان العدد يبقى قليل علشان الاداره تقدر تظبط الشغل كويس. يبقى المهم ان العشرة دي ليست الرقم بالظبط، وانما رقم تقريبي نقدر نشتغل عليه. يعني لو عندك 10 عمال محتاج لهم ايه؟ مدير. طب لو عندك 100 عامل محتاج لهم قد ايه؟ حداشر مش 10. ليه 11 مش 10؟ هقول لك يا سيدي، 10 هيديروا ال 100 وواحد يدير ال 10. عشان كده الهرم بتاع الإدارة بيكبر بسرعة، بتلاقي العدد فيه بيزيد بسرعة، لأن كل ما بتتجمع عندك تيم لازم التيم ده يبقى له مانجمنت. المانجمنت دي ممكن تبقى فول تايم مانجمنت، وممكن تبقى بارت تايم، بتدير التيم ده وبتدير تيم تاني حسب برضه حجم التيم وحجم الشغل اللي بيعمله التيم اللي بيشتغل. المهم ان انت لازم تحط المانجمنت في اعتبارك وانت بتعمل البلان. مع ذلك ما بتجيش عاده في الستيب الاولانيه، بتيجي في الستيب الثانيه بعد ما تحدد انت عندك ناس بتشتغل قد ايه، بتشوف محتاج تديرهم بعدد قد ايه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الريسورسز بتاعت الاكتيفيتيز، والريسورسز دي بتيجي الخطوه الثانيه في السكيدجولينج مانجمنت بعد الديترمينيشن بتاع الاكتيفيتيز. يبقى فاضل لنا كمان خطوه نشوفها مع بعض في الفيديو الجاي إن شاء الله.